وجهت السلطة الوطنية المستقلة للسادة المنسقون لدى الولايات مذكرة أولى حول الترخيص بالإفادة عن شرط المناصفة للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في إطار أحكام المادة 317 من الأمر 2101. يعني أنتم تعلموا بأن القانون وضع الجديد وضع يعني شرط المناصفة في إعداد قوائم الترشيح، ولكن جاءت المادة 317 بأحكام انتقالية تسمح للأحزاب التي لم تتمكن من توفير هذا الشرط هذايا الطلب من السلطة الوطنية المستقلة الترخيص بتقديم الملفات نتاعها منقوصة كليا أو جزئيا من هذا الشرط. والقانون وضح بأن هذه الإمكانية هذه خاصة فقط لمرة واحدة، وهي بمناسبة الانتخابات التشريعية التي نحن بصدد لإجرائها.